بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل الإخوان والأخوات أعضاء صفنا تحليل حدث، ومن خلالكم نحيي كل المغاربة الأحرار والشرفاء داخل وخارج أرض الوطن. طلبي لكم إخواني أخواتي أن هذه الحلقة تنشر نشروها على أوسع نطاق بكل مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للقنوات ديال اليوتيوب اللي بغى ياخذ هذه الحلقة ونشرها، أنا سنعطيكم الضوء الأخضر، سأعطيكم الضوء الأخضر أنكم تهزوا هذه الحلقة وانشروها. الأساسي أن هذا الموضوع اللي غنناقشوا اليوم غادي يخصو يولي قضية رأي عام، وكل في المغرب يجب أن يعلم بما يقع بهذا الموضوع. إخواني أخواتي، اليوم بدينا أول حلقة ديال اللي كنت وعدتكم بها ديال برنامج قضايا المجتمع. قضايا المجتمع، القضية التي سنناقش اليوم من هذه القضية من قضايا ديال المجتمع ديالنا هي قضية اختفاء الطفل وقتها تهامي بناني والشاب حاليا، لأن ما يزيد عن 14 سنة اختفاء عن الاختفاء دياله. هناك مجموعة من الروايات، هناك الرواية التي تقول بقتل الطفل. إذا كان هذا القتل، أين هي جثته؟ وهناك روايات تقول بتناول المخدرات وخرج على الطوع ديالو وغادر المكان غير معلوم. هناك من يقول بأنه فقد الذاكرة إثر الضربة على مستوى الرأس إلى آخره. هناك مجموعة من الأقاويل. اليوم إخواني أخواتي سنحاول أن نفهم هذه القضية، وستضعنا ضيفتنا اليوم أخت المكلومة حياة العالمي، وهي أم المختفي تهامي بناني. مرحبا سيدة حياة. معنا كذلك بهذه الحلقة الأستاذة ليلى العماني، الأستاذة المستشارة القانونية اللي تعرفنا عليها في اللقاء اللي درت معها مؤخرا يوم الجمعة الماضي، وعطتنا فكرة عامة عن موضوع اختفاء ديال تهامي بناني. مرحبا استاذه. اهلا وسهلا، مرحبا بالساده المشاهدين. شكرا لكم جميعا. تنتمنى ان تكون عندكم اخواني اخواتي سعه الصبر وتشاهدوا معنا الحلقه الى الاخير، وغادي نطلب نعاود الطلب ديالي بنشر هذه الحلقه على كل مواقع التواصل الاجتماعي. واعيد بالنسبه للقنوات اللي بغى ياخذ هذه الحلقه ويعاود يدير لها النشر ديالها، فانا كصاحب قناه او كمسير قناه ديال تحليل الحدث اعطيكم ضوء اخضر بهذه النقطه. ساتوجه بالسؤال الاول الى اختنا حياه العالمي، وغنقول لها تعاود لنا رجعوها 14 عام. عارف ان الامر ماشي بالسهل، ولكن باش نتوضعوا كاملين في الصوره كمجتمع وكرأي عام، نتوضعوا في الصوره، نرجعوها 14 سنه الوراء، وتقول لنا اخر لقاء كان عندها مع الابن ديالها تهامي بناني، وكيفاش الظروف اللي خلاته يخرج وما يوليش يرجع لذاك النهار. استاذ السلام عليكم. ولدي تهامي بناني، غير اذا كان ممكن على حسب المشاهدين نرفعوا الصوت ديالنا واحد شويه، مش غير تفضلي غير الابن ديالي تهامي بناني المراهق انذاك والقاصر انذاك، اخر مره كنشوفو كانت نهار 3 نهار 14 شهر 3 سنه 2007 مع الوحده ونص النهار، ما بين الوحده و الوحده ونص الدار، جا دخل للدار. هذيك هي اخر شوفه شفتو يومنا هذا، وخوه شافو مع ما بين 5 و 4 و 5 ونص محمد جا في الطوموبيله، يعني حتى هو اخر شوفه شاف، يعني من 5 و 4 حتى 5 ونص ولدنا حي يرزق. اذا من هنا صافي ما تقطع الحبل لا السمعي ولا المرئي ولا ما بيننا وبين ولدنا. والقضيه وما فيها هو انه خرج مع الاصدقاء ديالو، مشى للدراسه ديالو، فاذا به كيتضح لي انه ما مشاش للدراسه لا هو والاصدقاء ديالو، بعد ما كان قال لي انني معروض لعيد ميلاد واحد الزميله عندنا المؤسسه معايا. هذيك الزميله انا زعما الزميله ولا زملاء ديالو، يعني معهود انني كنسمع الاسماء ديالهم، كنت عندهم جاو كنت معاهم الى اخره. يعني هنا كيتضح
اتضح لي اشكال ديال من تما دازت يومين درت الاجراءات القانونيه من بعد 48 ساعه درت الديكلاراسيون يعني تنقط في 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 هذا الكوميساريا كوم كوا الي بورتو ديسبارو ومن تما خدات السلطات يعني الخدمه ديالها وتكلفت به وباشرت هذا الملف ليومنا هذا اللي انا كنشوفها باشرت ما باشرت ماشي مشكل حنا غادي نعرفوا الحقيقه. طيب بالنسبه للاقاويل التي تقول على تناول المخدرات بالنسبه للابن ديالكم التهامي شنو ممكن تقول لنا في هذه النقطه هذه؟ ماشي انا اللي قلت المخدرات هما اللي قالوها هما اللي صنعوا هذا السيناريو. شكون هما؟ هما الاصدقاء ديالو والناس اللي باشروا الملف اللي داروا في المحاضر اللي انا طعنت فيها ديال المخدرات. المهم هذيك خدمتهم داروها هما دلاو بالدلو ديالهم وانا غادي ندير بالدلو ديالي لانني ولدي انا كنعرفو ما كيستعملش المخدرات. يعني معمر ما جاني مره ولا جوج تيجي من بعد في ست العشيه كيجي عيان تنقول له ما تيقول لي انا كنت في البحر ما كنت في البحر الى اخره صافي عادي ما معمر ما شكل لي اشكال معمر ما مخطني معمر ما عصبني معمر ما يعني هذا هو المشكل دابا اللي كاين. طيب بالنسبه من بعد ما تنقط ما درتي العمليه ديال التنقيط في الكوميساريه اكيد ان الشرطه دارت تحقيق مع الزملاء ديالو والاصدقاء ديالو اللي كان معاهم شنو الاقوال اللي كانوا دلو بها فين مشى؟ اقوال متناقضه اقوال كثيره كل مره تيقولوا في شكل هذا هو المشكل مره تيقولوا بلي راه ما شفناش مره تيقولوا ما هزيناش مره تيقولوا هزينا حطينا هنا مرة تيقولوا حطينا ما حطيناش هنا راه حطينا هنا مرة تيقولوا راه هو اللي قال لك نحطو هنا يعني المهم انا هما حقيقه كيقولوا راسهم انهم حبكوا واحد السيناريو ولكن كل صراحه تحبك بغباء لان ملي كتكون شي حاجه ماشي هذيك سبحان الله ربي كيبين هذاك الجانب المظلم كينوره صوتو المظلوم الولد ديالي من بعد ما تختفى هذا هو السيناريو اللي قالوا السلطات تيقول لك ربي راه الدراري تيقولوا لنا بلي راه مره كان معاهم مره ما كانش معاهم والملف دخل الحفظ وخرجتو لان حتى شي حاجه ما شاده. ما علاقه اختفاء الابن ديالكم تهامي بناني بعصابه المخدرات بالمحمديه؟ ما عندي حتى تيبان انه عنده علاقه بعصابه المخدرات والا غنكون ارتحيت لو كان عرفت ولدي انا ماشي عصابه المخدرات 17 عام من عصابه جنون ما تيفهمش حتى ما معنى عصابه مش من نوع العصابه لا ما كاين حتى شي انا كنعرف هذوك الدراري صحابو ما كنعرفهمش انا في العصابه كنعرفهم طلبه تيقراو زعما الحق هو هذا ما عنديناش ندن انما كانوا كيستعملوا مخدرات سمعتها ابخي هذا هو المشكل وحنا انا كنت كنقول ولدي ما يبقاش يمشي مع داك الناس نظرا للمستوى الاجتماعي ديالهم حنا ناس على قد الحال قال لك البس قدك يواتيك هذا هو النصيحه اللي كانت عندي تنقول ولدي ما تمشيش مع مقطع منك صافي وكفى بالله وكيلو اما نشوف لك عصابه ولا مخدرات لا درايه لي بهذا الموضوع. داز واحد المده طويله القضيه كانت غادي تدخل للحفظ لكن ربي الهمكم بطريق الصواب ودرتوا اعاده تحريك للقضيه. ملي دارت اعاده تحريك القضيه تم القبض على مجموعه ديال الناس اللي تتواجدوا الان رهن الاعتقال بتهمه القتل العمد بتهمه القتل العمد وضد مجهول بتهمه القتل العمد في غياب الجثه ديال الابن ديالكم شنو اللي ممكن تقولي لنا على هذه القضيه وعلى هذه التهمه وكيفاش وقعت تكييف كيفاش درتوا اعاده تكييف ديال القضيه انا اللي كنقول هو ان الناس ياخذوني على قطع عقلي انا ام وانا انسانه قبل كل شيء ما يمكنليش نقول ولدي ما يمكنليش نتبنى الفكره اللي صنعوها هما مصنوعه محبوكه ان ولدي عايش ان ولدي ميت وبلا ما يعطوني ما يفيد بغيتي عنصر واحد يغطي لي على العناصر الاخرى حتى عنصر ما كاين لا حوايجو لا سوارتو لا المحفظه ديالو لا ادواتو لا هو لا السوار ديال الدار لا صباطو لا التليفون ديالو لا خبره عطات انه بالمخدرات لا ابي ان خرجت هي هذيك لا فهمتيني اذا انا الناس يقولوا مسكينه حماقه هذاك سوقهم ولا فلتلة ماشي مشكل انا ولدي واقعيا عايش
احساس الام. ايه وكاين عايش ما دام ما عطونيش ضربوني اعطوني اعطوني مفيد وما ربك يا عزيز انا غنعطي نحط السلاح ونقول ولدي مات قضاء الله وقدره وهذيك الساعه ندخلوا في ملابسه الموت. اما بعد اصلا الوفاه انا ما منظومهاش ليا ما دخلتليش دماغي حيت ما حيت حيت السلطات اللي باش غنمين في ولدي سامحهم الله باش غنقول كيفاش بغاو كيفاش تعطاتهم التعليمات من السلطات العليا حيت ولد فلان ولد فلانه وعندك وسير وباك صاحبي ونحسو بيا وزمونيا والى اخره انا داكشي ما عنديش. وضحي لنا هذه النقطه بالضبط. نعم هذه النقطه ديال التدخل ديال السلطات العليا الى اخره بغيناك توضحيها لنا بشكل كبير وتوضحيها للمشاهدين في هذا الباب هذا. مادام كنقول السلطات العليا هي انه مادام ولدي قالوا على انه ابخي 19 يوم صابوا الجثه سوا ديزون في طمارس الى اخره وباشرتها السلطات الامنيه والسلطات ديال الدرك الملكي الى اخره ما حتى حاجه ما كاين حتى حاجه من تبوته حتى حاجه من موسى استدعيو هذوك الناس وانا غادي هذوك الناس انا غادي ندعيهم لان ما داروش ضمنتهم كما يجب او لا شي وحده ممكن عليهم ما كيهمناش انا المهم هذوك السلطات اللي باشروا الملف ديالي باشروه بلا مباشره ما باشروش. جميل نتمنى ان الامور تخد في الطريق الصحيح بالمستقبل ان شاء الله. استاذه ليلى قالت لنا الاخت حياه الان ان يوم اختفاء تهاني المناني كان عيد ميلاد ديال احدى الزميلات ديالو، هل اختفاء ديال تهاني المناني يمكن ان نعتبره جريمه تحت الطلب تقدم كهدية يوم عيد ميلاد ديال هاد الزميلة ديالك؟ شكرا لك على هاد الموضوع اللي خصنا ولا بد اننا نهضروا عليه لان هذا واحد الموروث من الاستعمار الاجنبي اللي كيوصلنا معطل بزاف من نوع من واحد الجرائم او نوع من الملفات بحال ملي بداو كيوصلونا واحد الجرائم ديال السبعينات اللي كانت متجاوزه دابا اصبحت متجاوزه في اوروبا وحنا عاد كتوصل لينا عاد كيبداو المجرمين عاد كيخدموا بها بحال كتاخذ صور كدير لها واحد الجسد عاري كتهدد فيها الاشخاص داكشي حنا عاد كيوصلنا داكشي باش كنديروا على غرارهم فهاد المساله ديال الجرائم تحت الطلب حتى هي واحد من الموروث شنو كيوقع واحد الشخص كتكون عندك حزازات معاه او لا ما عجبكش فين وصل ولا ما عجبتكش الهندام ديالو ولا الاستقامه ديالو ولا شي حاجه فكتقلب كيفاش تختار ليه واحد الجريمه اللي غتلفق ليه فكتكون واحد العصابات وكاينين في المغرب وكاينين مركزين بزاف في المدن الكبرى لانهم محترفين بزاف كيختاروا واحد الضحيه اللي عندهم واحد النتيجه من مورا ديك الضحيه عندهم نتيجه ديال النصب والاحتيال والاموال على المستوى القريب والمستوى البعيد حتى هذا التخطيط ما كيكونش غير دابا باش غناخذ منك واحد الفلوس لا تيكون غناخذ منك هاد الفلوس دابا وفي المستقبل وما بعد ذلك ما غناخذش غير منك غناخذ منك وغناخذ من داويك وغناخذ من زوجك وغناخذ من اولادك وغناخذ من احفادك حتى هما اذا هذا الشيء جرائم تحت الطلب اللي على المدى البعيد فشنو تيديروا تيختاروا واحد الشخص اللي نازي وعنده الفلوس ومستقيم وهادي ومديرونجيهم اما ما عجبهمش في المركز ديالو او لا في الخدمه ديالو او لا شي حاجه فكيحاولوا اما يحيدوه وغالبا هذا النوع الجرائم تنتهي بالقتل وقعات وانتهت بالقتل فعلا فشنو كيختاروا كيختاروك انك يشوفوك شي جريمه اللي غادي تناسب معاك واللي غتكون سهله عليهم فكيشوفو كيحطوك في واحد المحيط كيشوفو واش مثلا انت كتمشي للحانات واش عندك العلاقات مع الناس كيحضيوك يديروا كل واحد عنده الدور ديالو كيمشي كيحدا كيقول لك هذا راه هو كيتحرك مع الساعه 3 مع 4 كيتلاقى مع فلان كيمشي لهاد القهوه كذا كيبدا يقلبوا كيفاش غيدوزوا لك الا لقاو كيدوز الا لقاو مثلا كتمشي للسهر وكتمشي للحانات وكتمشي صافي كيمشيو لك من نساء الليل ومن رجال الليل ومن هادي الفابريك لكن سؤالنا الان استاذه نعم. ليلى وهل يمكن اعتبار اختفاء طفل تهامي بناني وقتها ضمن هذا النوع ديال الجرائم تحت الطلب اللي تقدمت هديه في عيد الميلاد احتمال لانه هنا دابا انا كنت كنصح لك عاد كنت غادي نجيك بانه تيقدموا الجريمه ملي كيحبكوا الجريمه ما كي صافي كيوصاو بان صافي غادي يديروا هذا النوع ديال الجريمه وغيلفقوا هذا النوع ديال الجريمه كيختاروا ليها تاريخ
ما كيبغيوش يختاروا لا تاريخ هكاك عاده لا كيختاروا تاريخ اللي غادي يناسبك واللي انت تقدر تكون فرحان به واللي هما غايشوفوا داك الغادي ديالهم ديال الحقد يقول لك شتي بغيتي واحد الهديه وها هي الجريمه بغيتي واحد الهديه وها هو الملف عندك الجلسه نهار فلان فلان اللي هو عيد الميلاد ديالك او عيد الزواج ديالك او عيد الميلاد ديال الابن ديالك فهاد النوع ديال الاختيار ما كيجيش هكاك عاده راه كيجي بالدراسه فاذا كانت هنا تزامن اختفاء هذا الشاب مع عيد الميلاد ديال الزملاء احد الزملاء ديالو فلماذا لا يكون هو نفسه هديه ويكون هو نفسه يدخل ضمن اطار هذا النوع الجرائم ما هي مصلحه الزميله ديالو ولا الزملاء ديالو باختفاء ديال تامر بنان ايوا هذا هو اللي خصنا نطرحوا عليهم لان حنايا بالنسبه لنا اصلا مختفي فاحنا خصنا نشوفوا السبب ديال الاختفاء ديالو في ديك السن بالضبط حيت ما عندوش البطاقه الوطنيه ما يكونش عارف الهويه ديالو لانه خص يكون داير بصمات على الاقل كاين واحد السجل ديال السلطات بانه فلان فلان فانت ملي غادي تاخذوه هو ما عندوش البصمات هذا يعني ماذا يعني انه طعم العصابات لكي تشكله بحسب ارادتها فعصابات وحده اخرى في دول وحده اخرى كتاخذ هذاك النوع ديال الشباب اللي واصل هكا 17 16 سنه كيكونوا مثلا وسيم الخلقة وانه النوع ديالو غادي الاوروبي ولا العينين غيكونوا زرقاء او لا خضراء او لا هادي فكيشكلوه على حسب واحد الطفل او واحد الشاب مثلا اجنبي كيخرجوا له لي كارت ناسيونال كتخرجوا الباسبور كيخرج ما كيبقاش الانسان المغربي كيولي انسان كيخدم صالح هذوك الناس اللي شكلوه على حسب هما الى النوع ديال الخدمه غيخدموا به غيخدموا به شي حاجه اللي صالحهم لانه هما الا جينا نبحثوا في هذا الملف ما صالح حتى واحد انه يموت ما صالح حتى واحد انه يقتل شنو تاخذ شنو تربح منه لا قتلتيه شنو تربح منه كاع الا قررتيه مثلا فريق او لا تخنق لك او لا شي حاجه اذا كان بصح وقعت له هذا الوفاه حتى شي راه الا ليس هناك ما يمنع من اخبار السلطات حنا ملي غادي نشوفوا التواصل فيما بينهم غادي نلقاو انهم عيطوا للمغرب كامل الا 15 19 ال 15 19 هذوك الارقام كنقراو حنا في الابتدائي تيقولوا لنا لو وقعت لكم شي حاجه اول حاجه 19 البوليس و15 الوقايه المدنيه فهل يعقل انك امام واحد الحاله شائكه صعبه اللي ما تقدرش تحلها وما تعيطش للسلطات ما تعيطش للسلطات اذا ما حميتيش نفسك وما حميتيش الاخر وما خصش الدوله تبعهم والسلطات تبعهم من اجل التستر على واحد الخبر ولا هذا لان ليس هناك خبر هذا اذا ما مشينا بالمقوله ولا بالمفهوم ديال اللي تيقول بان تهاني بناني راه توفى يعني بديك اللحظه ممكن نشوف هذا الامر هذا ولكن استاذه حياه في النهايه ديال الكلمه ديالها الان قالت لنا بان عطاتنا ما يفيد قالت لنا بشكل عام ان هناك اخطار اللي تمارست في البدايه شنو ممكن تقولي لنا على هذه الاخطاء اللي تتمارس اثناء مزاوله العمل في الضابطه القضائيه واللي تتنتج عليها اخطاء مستقبليه بالنسبه للناس اللي في هذه القضايا نعم حنايا نتكلم الان بشكل عام لا حنايا مثلا حنا في المغرب عارفين باننا عندنا واحد النظام ديال المدينه وديال الحي وديال الحومه هادشي معروف معنيتها انك اي مواطن فينا الا كتعرف جميع التحركات ديالو بحيث اننا عندنا واحد العنصر خطير في الاجهزه الامنيه هو المقدم وتحيه للمقدم من هذا المنبر لانه رجل خطير علاش لانه تيقدر يقول لك شكون اللي جا عندك شحال كليتي اشنو شحال من الضياف كانوا عندك شكون اللي بات عندك شنو درتي غير من خلال النفايات ديالك الا لقيت 8 ديال البنات عرفت بيت عندك 8 ديال الناس هي يقال عنهم بين قوسين العيون التي لا تنام العيون التي لا تنام وتحيه لهم يمكن المغرب كيغلب في بعض الاحيان بعض الجرائم الخطيره بهذا الشخص اذا كان نزيه وانا قلت لهم تحيه المقدم اخطر عنصر في الجهاز الامني تحيتنا المقدميه للنزهه بطبيعه الحال فما يمكنش انا تقول لي من بعد 19 يوم عاد لقى واحد الجوزه في واحد البلاصه في واحد الغابه في واحد شنو كتقول وانا مقدم الى قطه جيتي دفنها كيوقف لك على راسك اذا درتي قد هي كيجيب لك تحقيق ديال شنو درتي وكيفاش درتي فما يمكنش فينا هو هذا المقدم ديال هاد الحومه اللي 19 يوم هو نائم ولا ما كانش خدام ولا عنده اجازه راه كيكون عندهم اللي كيبلاصيهم فانا ما تقولش لي عاد القاوه عاد قرروا يقولوا القاوه
وهانتوما ملي قررتيو تذكروا القهوه واش هو بعدا اصلا؟ ماشي هو ماشي هو يدير وحده اخرى حتى ديك الناس مبارين هاد الجوج حتى الاخرى حتى خصهم يجيو ويسولوا على راسهم يعني زعما يمكن تكون تسجلات ليهم ضد مجهول كلشي مجهول حنا عندنا في المغرب كلشي مجهول خو استاذه نعم من بعد مرور 19 يوم كيف قالت لنا الاستاذه غير الان قالوا لكم ان لقينا واحد الجوته نو غوتوا عليكم غوتوا عليكم واحد الجوته لا لا سمحي لي 19 يوم هذه قريناها في المحاضر اللي دارت 2019 ما انا حتى كل ما تيقالوش الاخبار انا كنقول انكم غير معنيين في وقت ديال الاختفاء وانا درت اول نداء برنامج مختلف ماشي حلقه نداء ودرتو في نهار جوج شهر 5/2008 يعني عام اذا عام وانتم انا ديال نداء مختفون راه جهاز لا يستهانوا به دائما من ناحيه الاشهار والاعلام سو كيفي كان خصهم اذا المغرب كله عارف منهم السلطات منهم المدنيين الى اخره كيفاش ما تكاش هنا يكمن الخطا السلطه القضائيه ما اتصلتش بك وقالت لك بلي راه لقينا الزوته هذه القضيه ديال الزوته ما بانت حتى 2019 لا السلطات تجي عندي للدار وتقول لي لا ما باقيش تعاود تقلب على ولدك هذا تهديد حضاري انا كيجيني ما باقيش تقلب على ولدك لا لا راه كانت شي حاجه حنا غنجبوها لك اجي لا ما يكونش ولدك حرب مزيانة مزيانة هادي إذا كان ولدك حاك معناتها أنا ما حاضر والو فهمتي كيف يعقل يقول لك واش لا هو ضابط الشرطة يقول لك واش ولدك حرب إذا أنت أش حاضر الناس اللي حرقوا بلا ما أنت ما عارفش شكون اللي كيوقع والشرطة في هذا الملف هذا ما دارش الخدمة ديالها وحتى إن قلنا أنه أنه حرق تيقول لنا الشرطة خط أحمر خط أحمر خط أحمر في كل حلقة ما تيخلونيش نهضر أنا من النهار الأول بان لي التلاعب كنقولها من هذا المنبر التلاعب ديال رجال الامن اللي باشوا هذا الملف ماشي طموم اللي باشوا هذا الملف هذا اما في مادتي كاين النزيه وكاين العيان وكاين المزيان انا كندوي على الناس اللي باشوا الملف ديالي شطط في شطط في شطط يعني داكشي مفتعل وعندهم تعليمات انهم ما يوصلوليش وكيف ما قلبت كيعطوني لمصلحتي من لمصلحتي من هذا لمصلحتي هذا هو هذا هو السؤال الجوهري اباء واولياء هاد الناس دابا اللي مشدودين وما جاورهم بذكورهم واناتهم هاد الناس اللي مشدودين شكون هما اللي مشدودين حاليا وتعتقلوا في 2019 شكون هما هاد الناس الاصدقاء ما دمت انا نهار الاول شكيت واحد الاصدقاء هما اعتقلوا اصدقاء شي الاخر باقي في الكواليس هو غيبان ان شاء الله باذن الله تم اعتقال الاصدقاء عرضوا الشكايه ديالك واتهموهم بالقتل العمد بالقتل العمد في غياب الجثه وضد مجهول كيفاش ضد مجهول هذا ضد مجهول باش نوضحوها ليا القتل العمد ضد مجهول بدون جثه وضد مجهول فهموا انا واحد الان ما فهمتش هذا التهمه هذا السيناريو كان محبوب باش يمشي باش تكون عنده واحد النهايه حنا درنا التكليف هزنا ذاك النهايه هي النهايه النهايه ديال والمهم الجثه ما كايناش والدراري مشدودين ضمن العدوان ايوا وصافي وصافي طلع ما غتعرف والو انا اللي كتقلب على ولدك ما غتعرفوش بغيتكم الله يخليك استاذه تشرحي لي النقطه ديال ضد مجهول ضد مجهول قتل العمد في غياب الجثه وضد مجهول وكاين الناس معتقلين على بتهمه القتل العمد لان اللي عارف انا ملي تنقولوا ضد مجهول معناه ما كاينش عندنا شي متهم خصو يكون وراء القضبان حاليا يوجد متهمون داخل وراء القضبان متهمون بالقتل العمد في غياب الجثه الام ديالو تتقول بان الولد ديالي مازال ما توفاش هاد الناس معتقلين هاد الناس لا حتى انا غنمشي معك في الطرح هذا في غياب الجثه نقول هذا السيد الدري هذا مازال عايش كان طفلا قصيرا وقتها وقت الاختفاء في 16 عام ونص استسمح لان في الحلقه اللي فاتت مع الحوار اللي دارت مع الاستاذه كنت قلت 13 عام ونص واختفى في 16 وصحتها لنا في تعاليق الاخت حياه قالت لنا عنده 16 عام حاليا بعد تقريبا 14 عام حاليا راه ولا شاب 30 عام اذا كيفاش هاد القضيه ديال المجهول ضد مجهول وضحي لنا وصافي اولا مازال كيتعتبر القاصر لان في القانون حنا كنمشيو في الجريمه من الوقت اللي كيكون وقعت ليه في السن ديالو اللي وقعت ليه مازال لحد الان مازال كتعتبر قاصر
امام القانون. ثانيا ان المساله ديال تكييف الجريمه، فقاضي التحقيق ووكيل الملك عندهم كامل الصلاحيه وكامل السلطه وكتدخل في المهنه ديالهم انهم يوجهوا الاتهام، اي نوع من الاتهام لاي شخص بغاو، سواء يقولوا له انت قاتل، انت مجرم، انت درتي، انت فعلتي. وعندنا حنا في الفصول في القانون هذيك الفصول اللي غادي نتابعك بها. انا مثلا بغيت نتابعك من اجل القتل العمد، وغادي نختار لك الفصل اللي غادي نحدد لك تسطير المتابعه، فصك المتابعه كيتسمى فصك المتابعه. فانا ملي كنسطر لك واحد الجريمه اللي انا ارتئيت بالبحث ديالي وشنو قالوا لي البوليس والشهود وكشي، حيت كيكون وكيل الملك ولا كيكون قاضي تحقيق عنده قناعه، كيكون قناعه من خلال داك المحاضر، من خلال شنو كيجيبوا ليه من الاخبار، من خلال باش يعطي واحد التخريجه لهذاك الملف. فهو ما كيمكنلكش تلومه وتقول له لا انت غلط علاش درتي تكييف بحال هكا وداكشي، لا، حيت هو دخلت في القناعه ديالو كقاضي، لانه هو قاضي، القاضي الواقف، لانه النيابه العامه كتدخل ليه انه السلطه في الاتهام، يتهمك يقول لك انت شفار، انت قتال، شغلو هذاك. شنو اللي كيوقع؟ كيوقع بانه ملي انت كتشوف بان ديك راه ماشي قتل اللي سطر هو، ويمكن لك تقول له علاش سطرتيها، حيت سطرها ودار ليها عليها التبعيات، دار ليها الاعتقال، دار عليها كيقول انا هذاك يمكن لي هرب ليا، حيت ضيق هربوا بزاف في هذا الملف هذا، غادي يقول انا ملي غيهرب ليا غادي نعتقل، انا ملي غيهرب ليا، ويقدر ذاك الاعتقال يجبد ليه معلومات، وهذوك المعلومات هي اللي غيوظفها هو في يعطيها القاضي الموضوع، اللي القاضي الموضوع غيحكم بالعقوبه السجنيه والحبسيه. داكوغ، دونك بجوجهم أجهزة، واحد خصو يعطي المعطيات ديال المتابعة، كيجي قاضي ديال الموضوع كيقول لك تابعك السيد وكيل الملك بهذا النوع ديال التهمة، أش تتقول؟ القتل العمد، كيوجه لك، كيوجه لك. أنا مازال أستاذة ما وضحتيناش، ضد مجهول، ضد مجهول، كيفاش غادي قتل العمد، أنا متهمك أنت إكس أو لا إكريك متهمو بقتل العمد ضد مجهول، غير ملي تنقول ضد مجهول يعني القاتل غير معروف وغير معروف، ملي تنقول انت متهم بالقتل العمد يعني انت راه قتلتي، وكيفاش هنا راه تناقض في التهمة؟ لا ماشي تناقض، احيانا النيابة العامة هي اللي كتخلق داك التناقض، حيت داك التناقض كيقدر يوصلها للحقيقة، لان بيان سور لانهم في الابحاث ديالهم كيقولوا لا سيدي ماشي مجهول، ها هو فلان فلاني اللي وقع به، وقع لنا خلط ما بين جوج فلان فلانية وجوج فلان فلانية، وبان هذاك راه مرا ماشي راجل، وهذاك غير ولد ماشي شيخ او لا شاب او بالي. فبعض المرات ما كيلقاش الوكيل ولا قاضي التحقيق ما كيلقاش واحد الحاجه ملموسه اللي يشد بها الملف، فكيمشي في واحد الاتهام وانت ديك الساعه دافع على راسك، انا شكيت فيك، حيت هو عنده الحق يوجه لك تهمه حيت شك فيك. واش فهمتيني؟ والشك دائما يفسروا صالح المتهم، علاش؟ لان انت شكيتي فيه، ولكن انا عندي الحق ندافع على راسي، انت قلتي لي انا قاتل نقول لك شكون قاتل، فين شتيني قاتل؟ وقتاش لقيتيني قاتل؟ اين نوع ديال القتل؟ واش لقيتي شي تلبس، شي اداه، شي حاجه؟ فانا غادي نكمل لك الشرح باش نوصل لك الدفاع، دور الدفاع في القضيه هي انه تيجي امام النيابه العامه وامام الهيئه تيقول لها وجهتي التهمه الموكل ديالي بالقتل، ياك؟ انا تنقول لك بانه ما كيمكنلكش توجه ليه بالقتل، علاش؟ حيت غنقول ليه الفصل في القانون تيقول لك اذا ما كانتش الاداه وعندك الاركان الجريمه من الركن المادي والركن المعنوي والعلاقه السببيه، ما يمكنلكش حيت واحد لابد توفر اركان الجريمه، عاد يمكنلك توجه، غادي يقول له انت كتقول مجهول وهو راك الركن ما كاينش، انت كتقول العمد راه خصو النية، خصو الركن المعنوي، واش هاد الشخص بقى كيخمم وخطط ودار وهادي وشاداه، فين هو الإثبات؟ دونك في هاد الحالة كيولي الدفاع كيدافع على أساس الموكل ديالو، وكيولي الخصم فواحد الخامة ديال الضعف، علاش؟ لأنه ما عندوش كيفاش يقول هذاك لا بصح أنت اللي قتلتي ليا هاد الموكل. في غياب جثة، في غياب جثة، يستحيل أن تثبت هذه الأمور. ولكن لا، ولكن شنو القانون تيعطي؟ تيعطيك الحق بإعادة تكييف القضية، بإعادة طلب تكييف القضية للهيئة بناء على الفصل 432 من قانون الإصدار المدنية اللي تيقول لك الجنائية، عفوا، اللي تيقول لك أنت تهمتي بحال دابا واحد تهمتي بالخيانة الزوجية، غادي نجي أنا غادي نقول لك وتشاد وهذه، حيت القاضي والنيابة العامة
تهمته بالخيانه الزوجيه وبغاتو وشداتو على الخيانه الزوجيه. غنجي انا الدفاع ديالو غنقول له لا سيدي القاضي، لا سيدي الوكيل، هذا السيد ها السيده هذه ولا السيده اللي شديتيه بالخيانه الزوجيه، الخيانه الزوجيه ما توفرش الاركان ديالها ديال الجريمه اللي هي التلبس واللي هي المحضار والاعتراف. اذن انا ما غاديش غنطلب لك تعاود تكيف لي الله يخليك القضيه وتحيدها من الخيانه الزوجيه، لان خصك الخيانه الزوجيه راه خصو يدخلوا عليك الدار يلقاوك بالتلبس، سواء هنا في التشريع المغربي او في التشريع الاسلامي. فبالتالي انا غنطلب منك المحكمه تعاودي لي التكييف القضية. انا ما كنقولش ان هذا الموكل ديالي ماشي مذنب ولا ما دار والو، ولكن راه ما داش هذيك ها شنو دار، كتشرح انت المحكمه هذاك الفعل اللي انت ارتأيتي انه خصها تعاود تكييف، كتقول له اودي هذيك راه ماشي خيانه زوجي، هذاك راه فساد مثلا. نفهم من هذا الكلام هذا، لان مشيتو في مسار ديال اعاده تكييف طلب، ماشي الا مشينا اعاده تكييف، حنا طلبنا الطلب للمحكمه، وهذا من حقنا بناء على الفصل 432 من القانون المصري الجنائي اللي كيخول لنا اثناء الجلسه وباقي كاينين امام قضاء الموضوع اننا نتقدموا بواحد الطلبات اللي كنقولوا للقضاء والهيئه المحترمه باننا حنا هذاك الجرم اللي تابعتي به هذوك الاشخاص راه ماشي هو اللي حنايا درنا النهار الاول، ان السيده حياه دارت النهار الاول الاختفاء والاختطاف، واخا يقول لنا هو لا 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 راه السيد الوكيل يتبعوا بحال هكا، هذيك كتبقى في الخدمه ديالو في الاختصاص ديالو، وهو عنده السلطه، انا قلت سلطه الملائمه والسلطه التقديريه والسلطه التكييف القضيه، لكن حنا تنبقاو متشبتين بالطلبات ديالنا وتنقولوا ها علاش وعلاش وعلاش، لابد خصك دير مبررات. شنو الطلب ديالكم اليوم؟ حنا الطلب ديالنا اعاده، حنا ماشي الطلب ديالنا اليوم، حنا الطلب ديالنا قدمناه للمحكمه باداء عن المطالب المدنيه بوصولات اللي كنشرح بانها الوصل هو العلاقه الاساسيه ما بين المواطن والمحكمه، لان بدون الوصل لا يعتد باي طلب. انا تنقول دابا المواطنين ونقدروا نديروا عليها حلقه كامله ان شاء الله بوصولات، وادينا على ديال الصندوق لان معليس عندنا علاقه التعاقد مع المحكمه، فحطينا الطلبات ديالنا وكتبقى رغم اننا حطينا الطلبات ديالنا وايدناها بقرارات المجلس الاعلى وديال محكمه النقد، كتبقى السلطه التقديريه مازال ديال القاضي الموضوع اللي عنده السلطه اما ينظر في هذه الطلبات ويستجيب لنا اما يستبعدها، وفي كلا الحالتين خصو يحللهم يعطي التعليل، يعطي ضروري التعليل، لان حنا تنعرفوا بان اذا كانت المساله امام المحكمه الابتدائيه كتبقى عندكم مراحل ديال الاستئناف، كتبقى عندكم مراحل النقد لتطبيق القانون، وتمشوا كل واحد كيبقى متبع المسطره ديالو. واخا اختي حياه، تعرضتي مؤخرا للتهديدات عبر اتصالات هاتفيه من طرف مجهولين، حول ماذا كانت هذه التهديدات بالضبط؟ هذا الاتصال الهاتفي اللي جاني فاطمه يقول مدام حياه ولا استاذه حياه ولا السيده حياه ولا المرحومه حياه، مرحومه حياه بمعنى؟ بمعنى المهم فهم المرحومه حياه تقولوا علاش المرحومه ما كنخافوش من الموت، حنايا راه موت وحده كاينه الا غير المهم. شنو كان الهدف ديالهم من هذا التهديد هذا؟ نرجع للور، ما تابعيش الملف، ما تقلبيش على ولدك، تقول لي بعدين هذا الملف راه مشكله، راه يدوب لك لولادك، راه يدوب لك انت. انا لا اخاف ولا اهاب احد، خوفي من الله سبحانه وتعالى. تحيه نضاليه اخت حياه وعلى الاستمرار ديالها وعلى الصمود ديالها في مواجهه هاد اللوبيات ديال الفساد اللي كاين عندنا في هذا المجتمع هذا، من اجل البحث عن الحق ديال الابن ديالها والمصير اللي تعرض ليه الابن ديالها. استاذه عندي واحد المداخله استاذه. تفضلي تفضلي. غير باش نوضح للراي العام، بحال اللي كان زعما هو راي العام كيشاطرني رايي، غير كان ممكن يطرح واحد السؤال، راي العام تيشاطرني رايي زعما كنلقى فيه الى اخره وتيدير كومونتيرات مزيانين، لكن شي وحدين سامحهم الله الله يهديهم تيقولوا هاد المراه مسكينه ما بغاتش تشفم على ان ولدها مات، ولدك لا راه مات. انا بغيت هذا اللي تيقول هاد الكومونتير الله يجازيه بخير مشكور يعطيني الدليل، وما نتمنالوش حالتي، ما نتمناش يقولوا شي واحد من عائلتك مات بدون دليل، ما نتمناهاش العدو. اذا انا كنتد
على ان قضيه ديال ولدي دخلني فيها دوكو وانت ولدي كان مستدعي لعيد الميلاد ديال واحد الفتاه وداك الفتاه انا كان عالمني بها انه عنده عيد الميلاد ديالها وهذيك الفتاه كنقولها ونعاودها اللي دابا راها سوديزون خرجت البقاء ماشي مشكل شحال من واحد مصاحب شحال من واحد مشرب البقاء شحال من واحد العلبه السوداء وماشي بوحدها هي واختها اللي كانت معاها الى اخره هضرت انا وياها في بنطلون المهم راه عارفه المهم العلبه السوداء وكان ما كانتش عارفه كاع ما تسافر وتمشي تخرج لبرا لا هي ولا الصديقه ديالها الحميمه انا داء اللي كانت صديقه ديال ولدي حتى هو يعني عارفين شنو كاين وانا باش نعرف باش ما نبقاش انا كنضرب فواحد الدوامه ولا فواحد لابيران هو الخبره الهواتف نتبعها من الاول حتى الاخر من نهار اللي خرجت في 8 الصباح ولا ميم افون باش نعرفوا شنو كاين اللي كانت شي حاجه مفبركه شي حاجه مهيئه شي حاجه مبيته نعرفوها الخبره هي اللي غتبين انا كنت شبت في الخبره نموت نحيا الخبره هي اللي غتبين كلشي نضيف واحد المعلومه انه السيده حياه راه مازال دايره الشكايات ضد هاد الافراد ديال العصابه وضد الاشخاص اللي كتوجه لهم الاتهام وديك الشيء فبالتالي انا تنشوف السيد حموش دارتها لهم كاملين فانا في نظريتي شنو السبب اللي ما غايجعلهمش تحت المراقبه القضائيه راه خصهم يكونوا تحت المراقبه القضائيه لان المراقبه القضائيه كتعطيك التسلط على الهواتف وعلى التواصلات وعلى فين مشاو وين جاو وشكون اللي مشى تلاقى مع الاخر وشكون اللي باغي يعتق وشكون اللي خايف وشكون اللي راه هذا ساهل هذا الشيء ماشي زعما شي حاجه صعيبه باش انك ما تلقاش هذه الشبكه راه غادي تراقبها غادي تلقاها لاننا خليناها راه غادي يديروا مسائل وحده اخرى وربما يكونوا داروا مسائل وحده اخرى حنا ما عارفينهمش لان هادشي ديال الاختفاءات راه ولا خطير كيكونوا شباب هكا هي كيمشيو كيختفي ما كيعاودوش يرجعوا واللي كيكون مشتبه فيه كيهربوا للخارج ولكن هاد المساله ديال هربوا للخارج فحنايا عارفين بان هناك مذكرات البحث الدوليه وحيت طلبناهم وعرفنا بان كاين الزاميه الحضور ديالهم في الجلسات راه غادي نديروا مذكره البحث على الصعيد الوطني بطلب السيد الحموشي لان غيمشي يجيبهم ان شاء الله. اذا اخواني اخواتي حاولنا اليوم نتوضعوا في الصوره حول اختفاء طفل لحظة الاختفاء ديالو والشاب حاليا تهامي بناني وضعتنا الأم ديالو في الصورة عرفنا مجموعة من الملابسات عرفنا مجموعة من الأمور أو الظروف ديال الاختفاء حاولنا نفهمه لكن هذا الملف سيبقى غامضا إلى أن تتحرك الجهات الرسمية والجهات المسؤولة أو الموكول لها البحث بهذا الملف لإثبات الحقيقة. إخواني أخواتي مرة أخرى غنقول لكم نشروا هذه الحلقة على أوسع نطاق. اللي غيشوف هذه الحلقة هذه رجائي لكم اللي غيشوف هذه الحلقة ينشرها على أوسع نطاق بكل مواقع التواصل الاجتماعي القنوات اللي بغي يهز هذه الحلقة هذه وأدعو أنا أدعوكم القنوات أدعوكم باش تهزوا هذه الحلقة وتحطوها تنشروها باش توصل هذه القضية هذه تولي قضية رأي عام والكل يتكلم عنها في المغرب لجبر الجرح اللي تعرضت له وزالت تعاني منه السيدة حياة العالمي. إذا إخواني أخواتي غنشكر الأستاذة ليلى العماني على التواجد ديالها معنا بهذه الحلقة وعلى الاستضافة ديالنا داخل المكتب ديالها كما أشكر الأخت حياة العالمي والدة المختفي تهامي بناني وغنقول لكم إخواني أخواتي كان معكم أخوكم إبراهيم بالبركة تحياتي الخالصة لكم.